حاجات عملتها في المطبخ سهلت عليا التنظيم ووفرت معايا كتير، ودي كانت اهم حاجة عندي. اول قطعة معايا كانت دي كنت شارياها من فتح الله، كانت القطعة ب15 جنيه، كنت شارياها من سنة ونص كده، ودي كنت شارياها من سنة كانت من درب البرابرة، كانت ب25 جنيه اعتقد. فبالصدفة ان هي بقوا طقم، والبومبينيرات الصغيرة دي دخلت في القطعة دي بالسنتي كأنهم طقم على بعضهم، ومن ساعتها هي بقت كده على طول، ما بستغناش عنها ابدا، وحلوة قوي وفكرتها بسيطة وكمان مش مكلفة خالص. يعني مش ممكن ان احنا نشتري حاجات غالية قوي علشان نعملها في المطبخ، ممكن نجيب حاجات بسيطة بأسعار رخيصة. يعني دي كانت ب20 او 25، ودي كانت واحدة ب15، في اللي هو سعرهم حلو قوي وكده، ولحد دلوقتي موجودين بنفس الاسعار دي. طيب يا ساره، هو انا بستخدمهم في ايه؟ انا متعوده اشرب الشاي بتاعي ما يكونش ساده، متعوده اشربه يكون بالقرنفل. قرنفل اهو، ده قرنفل مطحون، او بالنعناع، او بالمرمريه، تمام. فانا متعوده اشربهم كده على طول، فعشان كده لازم يكونوا جنبي ولازم يكونوا مرفوعين، عشان يعني دول ازاز خايف عليهم يتكسروا، فهنا محفوظين. يعني هنا مستحيل تقع تتكسر، هتقع تتكسر ازاي؟ فعلشان كده حسيت ان هو طقم عملي بالنسبه لي، لان انا لو حطيت مثلا البومبونيرات دي على ستاند عادي زي ده، حاسه ان هما ممكن يتكسروا، ان هما بيتزحلقوا، هما ناعمين من تحت، ناعمين من تحت كده، فممكن يتكسروا مني. فالفكره دي حلوه قوي، ممكن تعمليها. دي بقى قماشة كده انا واخداها من ماما بقالها زمان قوي، فانا لازم احطها هنا عشان بحس ان انا بفرح لما بشوفها قدام. تاني قطعة معايا بقى، وهي المنظم ده شرايه من ايكيا، كان بحوالي 85 جنيه بالظبط. اوبا، لقيت الرف اللي انا عاوزاه. هو ده ولا ايه يا ترى؟ هو ده ولا ايه؟ هو ده اللي بيتعلق في الحيطة ولا ده؟ هو ده 85 بعد السيل. طبعا سعره حلو قوي، طقم البهارات. بس هو ده يا جماعه، هو ده في الحقيقه، هو ده. هو متراجع حلو قوي. طبعا هاخد واحد عشان انا عاوزاه. طلع انا كنت جايباه فعلا للحاجات دي، وطلع بالظبط مقاسهم. طلع مقاسي ان انا احط 2 من دول، او طلع ان انا احط الازازه دي. الازازه دي انا كنت شاريها من فتح الله، كانت ب15 جنيه. بقيت بحب الحاجات اللي شكلها قديم قوي، يعني دي شكلها من السبعينات او الثمانينات، فبقيت بروح لاي حاجه شكلها قديم، فبقيت برتاح نفسيا فعلا. ما بقتش بحب الحاجات الحديثه خالص، بقيت بحب الحاجات اللي هي بتفكرني بحاجات زمان خالص. ودي كانت ب15 جنيه يعني من فتح الله، هي عباره عن ازازه لبن، بس انا حطيتها كديكور، لان انا لو حطيت فيها لبن او ميه انا هستهلكها، وممكن تتكسر مني في اي وقت، لان انا عندي فوبيا من مسك الازاز. يعني ما بحبش امسك ازاز كتير، عشان الازاز الكتير بيكسر في ايدي فعلا، فخليها كده في الحفظ والصون احسن لي واحسن لها. ودول انا كنت شاريه كاكاو خام من دريم، وده كان طالع هديه مع البرطمانات، اتكلمت عنهم قبل كده، فده يعتبر ببلاش. ودول بقى دي كانت ب25 جنيه، شياية بحط عليها حاجات سخنة ومتينة وحلوة، ودي كانت جاية لي هدية من 5 ريال من السعودية، ودي كنت شاريها برضو من ايكيا، مش عارفة كمان بتعمل معايا كده ليه. ودي كنت شاريها من فتح الله، الكبيرة دي كنت شاريها من فتح الله، كانت في حدود 75 جنيه، يعني دي اغلى حاجة في الخشبيات، تمام. فبرضو طلعت المقاسات بالظبط كانها طقم، يعني بصوا بالسنتي، شايفين بالسنتي. طبعا ممكن تستخدميها ان انت تحطي فيها توابل، لان هي اصلا بتاع طقم التوابل، بس انا حسيت ان انا كده كده عندي طقم توابل، فمش هعمل يعني ام التوابل في المطبخ، فحطيت فيها الحاجات دي علشان انا بحب الديكورات الخشب جدا، فحسيت ان هم شكلهم كويس. قولوا لي برضو رايكم، شكلهم كويس ولا لا. هنيجي بقى على المنظم ده. المنظم ده ب15 جنيه بس، ممكن تلاقيه كمان ب10 جنيه. ده بالنسبه لي لقيته عملي قوي وبيستحمل الكوبايات. انا نعم مش حاطه كوبايات كتير، انا حاطه دي علشان شكلها عاجبني، فحطها في وش المطبخ، ان انا بقيت احب الاستايلات اللي هي القديمه كده، اللي هي روميو وجولييت والحاجات القديمه قوي دي. واكتشفت بجد جروب حلو قوي بشتري منه الحاجات دي، فلو انتوا عايزين تعرفوا انا بشتري الحاجات دي منين، قولوا لي وانا هعمل ريفيو بقى عن الجروب، لان يعني ما يعني انا مش عارفه اعمل ولا لا بصراحه. يعني المهم ان انا
ده كان ب 15 جنيه وما بينزلش تحت زي الغالي. انا كنت جايبه واحد غالي هوريه لكم، بينزل ياخد الكوبايات لتحت كده كانه مرجيحه نزلت لتحت كده، لكن ده لا. فده بالنسبه لي عملي قوي. ده الغالي اللي انا بتكلم عليه وحش قوي، ممكن يبان من جوه كده. بصوا بينزل بالاطباق، بينزل بالمجات، فبطل انا احط عليه مجات صغيره خالص، دي مجات قهوه الكبيره تحت والصغيره فوق اهي، فده مش عملي ابدا لا مش حلو. ده كنت جايباه ب 60 جنيه، ففي فرق شاسع في الاسعار. جبت منه 3 قطع، استخدمت قطعه والاثنين التانيين شايلاهم، بس حسيت ان هو سعره حلو وعملي فجبته، وساعات فجاه كده بحتاجه فهطلعه من الدرج انا شايله 2 على جنب. ده برضو حلو قوي عملي، تحطيه جوه الضرفه او بره الضرفه براحتك، هيوفر لك مساحه كبيره جدا على المطبخ. نتكلم بقى على القطعه دي، والله انا كل ما اشوفها احس ان انا فنانه. ليه بقى؟ لان الخشبه دي بالحديدة اللي وراها دي اصلا حامل مناديل لوحده، ده كان في حدود 30 جنيه. رحت انا جبت له بقى اللي هي الهوكس دي، الكيس كان ب 15 جنيه، وعملتهم طقم فعلا، وعلقت فيه كل المعالق بتاعتي، ويعني بصراحة هو جميل. فلو انت برضو عجبك الفكرة دي ممكن تعمليها وتوفري برضو مكان في المكان على الرخامة، من غير بقى خبط ورزع وتخريم بالكلام ده. انت بتعمليها بالدبل فيس، هو عليها دبل فيس، فبدعي ربنا ان الدبل فيس ما يفكش، لان انا بحب الاختراع ده قوي وانا فرحانه بنفسي ان انا ريحت نفسي. المنظم ده انا كنت شاريه بقى وركبته معاكو، وهو بالنسبه لي عملي قوي. هو بلاستيك، مش الدنيا هتفتح دلوقتي. واحد اتنين تلاته، هو بالنسبه لي شكله حلو وكل حاجه، بس بحاول احافظ عليه برضو لان الكاتل جنبيه بالظبط، فبخور الميه بيجي هنا، فبصراحه خايف عليه شويه، بس يعني هو بلاستيك مش خشب. المهم بقى ان انا كنت جايباه علشان الحته اللي كانت هنا ما كانتش شكلها حلو قوي، يعني المنطقه اصلا اللي هنا انا مش مستغليها في حاجه، يعني يا دوب احط فيها طبق يبقى كده خلاص، لان يعني طبعا في فرن وفي ستاند، فالحته اللي فوق النص دي انا بقى كنت متضايقه، انا بحب استغل المساحات قوي. فالمهم ان انا اشتريت ده، قسته طبعا قبل ما اشتريه، عرفت مقاساته من على موقع ايكيا، وفي الاخر خالص اشتريت هو يا دوب مكفي ال6 كوبايات، في كوبايه تحطي هنا وفي كوبايه اتكسرت، فهو بالظبط يعني جاي بالظبط على حجم الحاجه. والمكان اللي ورا ده لسه فاضي، هحط فيه اي حاجه لما يعني استخدمها. طبعا ما رضيتش احط المعالق جوه علشان مش كل شويه دي هتخش جوه تجيب المعالق، فهتبقى صعبه عليا. فده فعلا برضو لقيت ان الكوبايات على قده بالظبط، ومستغل المساحه قوي، وعامل بالنسبه لي جدا. وده كان في حدود 180 او 200 جنيه. طبعا في نهايه الفيديو انا عايزه اقول لكم حاجه، ملاحظه بسيطه قوي انت هتلاحظيها، ان كل الحاجات اللي انا وريتها لكم انا مركبها على بعضها، يعني مفيش طقم انا كامل انا اشتريته على بعضه، انا بجيب ده لوحده وده لوحده، كذلك في علقه المجات، كذلك في علقه المعالق. فانا ما بجيبش اطقم على بعضها، انا بجيب الحاجه وبطقمها على بعض كده، اوفر لي وفي نفس الوقت دماغك بتشتغل. فانت حاولي تشغلي دماغك وتبقيش انسانه روتينيه بتجيبي الحاجه على بعضها وتحطيها وخلاص، ممكن ما تناسبش مطبخك اصلا وممكن تكون غاليه عليكي. حاولي تجيبي الحاجه العمليه، وحاولي تجيبي الحاجه اللي هي مش مكلفه وفي نفس الوقت يكون شكلها حلو، وشغلي دماغك، شغلي دماغك هتفرحي قوي وهتفرحي البيت كله معاكي، علشان التوفير حلو برضو. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، لو عجبكم الفيديو النوع ده من الفيديوهات، انا بقالي كتير قوي ما عملتهوش، فلو عجبك قوليلي، واي حاجه جديده اعملها اقولها لكم. ويلا اشوفكم في الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.